خلاص كلها 3 ايام بتفصلنا عن انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ واللي هيبدا من 10 الى 13 يناير. هيكون في طبعا عدد كبير جدا من الشباب والفتيات اللي بيشاركوا من 160 دوله حول العالم بيشاركوا في هذه النسخه الرابعه من منتدى شباب العالم. كمان واضح ان في مشاركات مهمه جدا لعدد من الشخصيات الدوليه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذه ساره بدر المتحدثه باسم منتدى شباب العالم. استاذه ساره صباح الخير. صباح النور استاذ محمد. يا اهلا بيكي. ربنا معاكم طبعا وربنا يكون في عونكم لان العدد كبير جدا ما شاء الله اللي تقدم. ربنا معاكم ان شاء الله وكالعاده تبهرونا ويكون تنظيم اكتر من رائع. العدد اللي تقدم على الموقع للتسجيل كان وصل للنص مليون تقريبا. بالتاكيد طبعا الظروف مش هتسمح ان كلهم يكونوا مشاركين رغم اننا نتمنى طبعا وجودهم في مصر لان ده طبعا حاجه كبيره جدا، لكن في النهايه في مجموعه من المعايير على اساسها بيتم تحديد الاشخاص والشباب اللي هيشاركوا. فلو نعرف من حضرتك في البدايه كده اهم هذه المعايير. اكيد هو طبعا تحدي، يعني عندنا تحديين كبار. النسخه الرابعه تحدي الكورونا طبعا وان احنا نبقى ضامنين سلامه الحضور، وبرده التحدي الكبير الاعداد اللي شاركت اللي تخطت النص مليون شاب وشابه من حول العالم. عايزين نضمن ان فعلا كل الناس اللي تستحق انها تحضر معانا ان شاء الله شرم الشيخ تبقى متواجده. فبالتالي يعني احنا حطينا، يعني ما عندناش معايير كتيرة متعددة، ولكن احنا حطينا بس في شروط أساسية زي ان التطعيم ده شرط أساسي، لازم يكون في شهادة تطعيم، إثبات التطعيم، لازم يكون في جواز سفر ساري. برضو هنوعي برضو ان يبقى في توافق ما بين خلفيات الشباب اللي قدم والموضوعات، توافق مع الموضوعات اللي احنا ان شاء الله هنناقشها في النسخة الرابعة من المنتدى. احنا حددنا مجموعة من الموضوعات زي مثلا هنتكلم على مجال الطاقة، مجال او يعني ريادة الاعمال، المبادرات التنموية، التغيرات المناخية الى اخره. فيمكن الموضوعات دي لازم يبقى في توافق ما بين الموضوعات والخلفيات. هي موضوعات متعددة زي ما حضرتك قلتي، بس عايزين نعرف في البداية يعني الاستعدادات والتحضيرات اللي بتتم دلوقتي علشان جلسات الحوار اللي يحضرها وفود وطبعا شخصيات دولية عالمية، يعني يا ريت حضرتك تكلمينا عنهم. أكيد. صباح الخير أستاذة دينا. صباح النور. الاستعدادات دلوقتي احنا خلاص شغالين على قدم وساق، يعني بنجهز كل القاعات الرئيسيه والقاعات الفرعيه عشان نستقبل ان شاء الله الجلسات وورش العمل. احنا بنبدا من يوم 8 ويوم 9 بتبقى ورش العمل اللي بتسبق انطلاق المنتدى في النسخه الرابعه. خلاص التحضير يعني شغالين دلوقتي، هنبدا يعني وبدانا بالفعل يعني في استقبال وفود واستقبال اعداد من الحضور. طبعا لازم طبعا نراعي التباعد الاجتماعي خلال الجلسات، فبالتالي برضو ده احنا يعني بنراعيه في التحضير دلوقتي او التجهيزات اللي خاصه بالقاعات المختلفه. حتى برضو احنا مركزين ان شاء الله حتى الهويه البصريه الخاصه بالمنتدى ونراعي كافه التفاصيل الخاصه بيها في التحضير، فحتى من اللحظه اللي بيوصل فيها الضيف المطار بيستقبله الفريق وهو بيتنقل للمكان الاقامه وبعدين من مكان الاقامه للقاعات، كل الحاجات دي احنا بنراعي فيها ان لوجو المنتدى موجود، ان في شباب بيحرص على تنظيم ومتابعه التحركات دي، وكل الحاجات دي احنا شغالين عليها. ده عظيم جدا. طيب في عدد من الشخصيات المهمه المفروض ان هي تم توجيه ليها الدعوه ان هم يشاركوا طبعا في هذه النسخه الرابعه، هل تم تاكيد من جانب هؤلاء الضيوف ان هم بالفعل هيكونوا موجودين في هذه النسخه؟ يعني احنا عندنا تاكيدات كتيره وان شاء الله هيتم الاعلان اكثر تفاصيل اكثر عن الاسماء ان شاء الله اللي هتبقى معانا في النسخه الرابعه، ولكن انا حابه ان انا اشارك ان في تاكيد كبير من حتى احنا اكدنا عليه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ان هيبقى معانا اديار اتونيو. هي لعبت دور ركال في لا كاسا دي بابيل، فهي هتبقى متواجده معانا ان شاء الله. حتى كمان من خلال الافتتاح الخاص بالمنتدى هيكون ليها كلمه، وغيرها من الشخصيات الملهمه من حول العالم ان شاء الله هيكونوا متواجدين معانا، وهنعلن اكثر التفاصيل دي مع اقتراب يوم 10 يناير ان شاء الله. يمكن من الموضوعات اللي هتتناقش في منتدى شباب العالم هو الاجراءات الاحترازيه والعالم بعد كورونا، هيتم التعامل ازاي مع هذا الملف الخطير اللي اثر بشكل كبير جدا على جميع دول العالم؟ طبعا يعني مما لا شك فيه ان الكورونا اثرت، او جائحه الكورونا اثرت على فعلا كافه نواحي الحياه، عشان كده اخترنا محور الكلام كله يكون عن عالم ما بعد الجائحه ورؤى الشباب لشكل العالم ده احنا هنصنعه ازاي، ويعني هنطور منه ازاي، ايه الافكار المختلفه. وده كان محور اللي احنا اتفقنا عليه.
وحددنا مجموعة موضوعات مختلفة إن شاء الله هنناقشها. يمكن أنا ذكرت شوية منها عن يعني مجال الطاقة، التغيرات المناخية، المبادرات التنموية، برضو هنتكلم على الأمن الغذائي، هنتكلم على استدامة الموارد المائية، هنتكلم على ريادة الأعمال ودور التكنولوجي خاصة أو الديجيتال ترانسفورميشن والتكنولوجيكال ترانسفورميشن وإلى آخره من الموضوعات اللي احنا حددناها، لأن ضروري إن احنا نناقش الشباب ونطلع بالتوصيات اللي احنا متعودين نطلع بيها في كل نسخة من نسخ المنتدى اللي بيتم دفعها اكيد برضو في منصات دولية، وعلى رأسها بيكون منصات خاصة لي او تابعة لي الامم المتحدة. صحيح، عندنا نماذج المحاكاة بكل تأكيد. طيب لو عايزين نتكلم عن التطبيق اللي موجود على الموبايلات الخاص بالمنتدى، ايه الخدمات اللي بيقدمها؟ وعايز افهم منك اكتر ايه نظام النقاط. تمام، هو التطبيق احنا اعلنا عنه، هو اسمه نفس اسم المنتدى، اسمه World Youth Forum، هو متاح على الابل ستور وعلى الجوجل بلاي. فكرة التطبيق طبعا هيبقى متوفر عليه الاجنده الخاصه بالمنتدى، هيبقى برضو في السيشنز او الجلسات وورش العمل، فيه معلومات عنها، مين المتحدثين الخاصين بكل جلسه. ولكن الحاجه المهمه جدا ان التطبيق مش بس متاح للحضور للمنتدى بس، ولكن هو متاح لاي حد حابب ان هو يتابع اخبار المنتدى، وكمان اي حد حابب ان هو يدفع باسئله يتم مناقشتها وطرحها من خلال الجلسات. وهو مش موجود اصلا. ايه ده الابلكيشن؟ يعني لا الشخص، لا يا فندم، الشخص نفسه وهو مش موجود وجود فعلي في المنتدى يقدر ان هو يطرح. بالظبط. لا يعني هو ده حتى دور الابلكيشن، ان هو يبقى حلقه وصل ما بين الحضور وما بين المنتدى وما بين اي حد حابب ان هو يتابع فعاليات المنتدى المختلفه. بالظبط، فيقدر ان هو يتواصل معنا ويتفاعل معنا من خلال الابلكيشن. دي حاجة طبعا بسبب يمكن إجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، أو اللي ما حلفوش الحظ إن هو يشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. ولكن خليني أسألك أستاذة سارة عن، بالتأكيد في النسخة الثالثة كان في مجموعة كبيرة جدا من التوصيات والتقارير الخاصة جدا بالنسخة الثالثة، إلى أي مدى قدرتوا في الفترة اللي فاتت إن أنتوا تخرجوا جزء منها كبير على أرض الواقع ويقدر يستفاد منها كل شباب العالم؟ هو المنتدى هو منصة حوارية، والهدف منها ان احنا نخرج بالتطبيقات دي، هو مش جهة تنفيذية. ولكن برغم من كده في توصيات كانت خرجت من النسخ اللي فاتت واحنا فعلا طبقناها بطريقة او باخرى ضمن الفعاليات الخاصة بالمنتدى، زي مثلا منطقة ريادة الاعمال واللي من خلالها ابتدينا ان احنا نقدم ورش عمل وتوجيهات للشباب، ونديهم معظم او نتيح لهم الفرص ان هم يجتمعوا برواد الاعمال ويناقشوا افكارهم، ومن هنا تبدا انها يعني تتخلق بقى فرص استثماريه مختلفه. ودي جزء كانت من التوصيات اللي فاتت. برضه مسرح شباب العالم كان توصيه من التوصيات. زي ما قلت احنا مش جهه تنفيذيه، ولكن احنا بنحرص ان التوصيات دي ان شاء الله يعني يتم دفعها ويتم تطبيقها على ارض الواقع. وكان في غيرها وغيرها من التوصيات اللي بسبب التوصيات دي وبسبب الدور اللي لعبه المنتدى تمت الاشاده باسهامات المنتدى اكتر من منصه دوليه كان على راسها الامم المتحده كمنصه لتمكين الشباب، وانها بتساعد على خلق وفتح ابواب الحوار ما بين الشباب وما بين صناع القرار من مختلف دول العالم. بكل تأكيد. طيب هل بقى دلوقتي احنا قدرنا نعرف اكتر الجنسيات اللي هيشارك منها شباب هي عبارة عن ايه؟ هل في عدد محدد بالنسبة لي الفتيات؟ انا مش يعني ما شاء الله الصفحة موجودة على الفيسبوك، العدد يمكن الفترة اللي فاتت دي انا متابع كويس على فكرة، وصلنا تقريبا 1,525,000 حاجة كده، فما شاء الله يعني مزبوط. يعني احنا بنحرص من خلال المنتدى ان احنا نرفع الحواجز، صح؟ هو ده الدور اللي بيلعبه المنتدى. طبعا احنا طلبات الحضور جت وتعدت النص مليون، كان في 50% 96 دوله. فبالتالي احنا بنحرص ان احنا زي بنخلق عالم صغير جوه المنتدى، فبنراعي في تنوع الجنسيات، تنوع الثقافات، بنفتح المجال ان يبقى في عندنا التنوع والزخم ده، لان احنا بنحتاجه، لان هو ده اللي بيفرق التفاعل ما بين الشباب. فاحنا هنراعي النسب دي وهنراعي التمثيل من كل دوله يبقى معانا في المنتدى، برضه بنراعي النسبه والتناسب ما بين الشباب، وخاصه كمان ان حتى الاعداد اللي قدمت كان في يعني الاعداد ما كانتش متفاوته ما بين الشباب والشابات اللي قدموا، يمكن دي حاجه برضه احنا كنا مبسوطين بيها جدا. بيبقى برضه في الباب مفتوح لذوي الهمم يشاركوا معانا. اي حد من اي جنسيه من اي بعد احنا بنرحب بيه طبعا. المنتدى بيفتح ابوابه لكل الناس انها تشارك، وكل الشباب من مختلف الدول.
كل التوفيق ليكم طبعا، وان شاء الله تعملوا حاجه تبهرونا كالعاده زي ما شفنا في النسخ الثلاثه اللي فاتوا. ساره بدر المتحدثه باسم منتدى شباب العالم، شكرا جزيلا ليكي.